خير عليكم خوتينا ديال الكادير. اليوم الاربعاء 21 غشت 2019، هادي 12 ديال النهار. شوفوا مورايا عاوتاني طالقين تما داك الزبل كيحرقوا فيه ولوتوا الدنيا كلها، والغريب كلشي ساكنه كلشي ساكت، حتى واحد ما كيدوي. المجلس البلدي كيلوح تما الزبل وكيجيو كيحرقوا، هذا امر غير مقبول. شحال من خطره دويت عليه وتقول للناس شاربين شي حاجه في الماء، ما يمكنش تدوي وديروا واحد العريضه تمشيو للمجلس ديروا شي حاجه. المهم انا غنطلع لتما وغنشوف هذا التخربيق هذا اللي ما بقاش مقبول. صافي كنلوتوا الجو ولوتوا كل شيء، امر غير مقبول. جيت لهنايا لقيت الناس ديال الوقايه المدنيه كاينين، هما مشاو يعمروا السيتيرنا وغيرجعوا دابا. والحجم ديال التلوث ديال مدينه اكادير من طرف المجلس البلدي، هو اللي كان تهمه لانه هو اللي مرخص لهاد الكاميونات كلهم يجيو يلوحوا الزبل هنايا بين إليخ والحي محمدي. واش هادو حمقين ولا مالهم؟ ملي كتسول هنايا كيقول لك العافيه شعلت بوحدها، والمجلس البلدي فينا هو؟ علاش ما كاينش الغوسيكلاج؟ علاش ما كاينش شركات؟ علاش ما كاينش واحد الخطه؟ خرجتوا علينا وخرجتوا على المدينه وخرجتوا على كل شيء، حشومه الله يهديكم. ومن بعد غتعطيو خدمه للوقايه المدنيه في الوقت اللي هذاك الكاميون ديال الوقايه المدنيه كان يمكن ليه يكون كيتسنى الله يحفظ الا كانت شي عافيه ولا شي حاجه في شي دار. هنا خصو شحال من كاميون يجي باش يطفي هادشي. الله يهديكم الله يهديكم علينا. ايوا شنو دابا؟ نبقاو متفائلين مع هاد التلوث، مع هاد الزبل، مع هاد الوسخ، مع هاد سوء التسيير؟ واخا هكاك وسط العافيه وسط الدخان، ولكن التفاؤل غنبقاو متفائلين ان شاء الله. هاد المسيرين خصهم يمشيو في حالاتهم الى عندهم ادنى ديال الكرامه، وهو يحطوا استقاله ويقول لك ما قاديش على تسيير مدينه. المهم التفاؤل، ونبقاو ديما عندنا العزيمه بانه غدا غادي يكون احسن من البارح، وغنبنيو واحد المدينه ونبنيو واحد المغرب زوين بزاف عاد ان شاء الله. والله يصاوب لينا، الله يصاوب لينا ويصاوب الجميع. حضري التشوى، الكاميو ديال الوقايه المدنيه ها هو عاد واصل. واش ماشي حرام كاميو بحال هذا نكرفصوه في هذه الغباريه؟ واخا هو مديور لهذا الشيء، ولكن حشومه نلوحوا الزبل ومن بعد الوقايه المدنيه هنا تجي تطفي العافيه وتجي محشومه. الله يعاونهم. السي الملوكي ومن معاه، انتم خسروا ولوتوا وكرفصوا الدنيا وخليوا الاخرين يخدموا يضربوا تماره. ها واحد هنا الاخر حتى هو لهيه. تبارك الله على الناس ديال الوقايه المدنيه، الله يعطيهم الصحه. والله يعاون الجميع، الله يعاون الجميع، الله يهدي علينا هاد الناس. هاد المدينه تستاهل احسن من هاد الشيء واحسن من هاد المسيرين.